تعتبر الشعاب المرجانية في البحر حدائق مائية ومن مكوناته الجميلة، فهي خزائن غذائية للبحار وأهم حلقات السلسلة الحياتية للبيئة البحرية، كما تعتبر ملاذا آمنا للكائنات البحرية والأسماك والقواقع. واستثمارا لهذا الشيء وتعزيزا لدور الجهود التطوعية في خدمة البيئة البحرية الكويتية، قام فريق الغوص الكويتي بالجمعية الكويتية لحماية البيئة بعمل مشروع تنموي رائد في الخليج العربي، وذلك بإنجاز مجسمات خرسانية معالجة ذات أشكال مدروسة لتساعد وتساهم في استيطان الأسماك والشعاب المرجانية وباقي الكائنات البحرية فيها. ويبدأ المشوار في تجميع القطع الخرسانية ومن ثم تركيبها بأيدي الشباب الكويتي المتطوع، ويسبق هذا الأمر دراسة فاعلة للموقع البحري المختار من أجل تنصيب المحمية الخرسانية بأعماق تتناسب مع التيارات المائية وبعد مسافة الموقع عن الممرات الملاحية وصلابة القاع، إضافة إلى معدلات رؤية جيدة في القاع لوصول الضوء الذي يعتمد عليه المرجان في العيش والنمو. نقل المجسمات إلى القطع البحرية الكبيرة، يبدأ الرسو في الموقع المحدد بهدف إنزال المجسمات وتنصيبها في القاع بالطريقة الصحيحة وبتتابع منظم، ليسهل على الغواصين إنجاز مهمتهم دون مصاعب أو مخاطر. هذه الأعمال عمليات توثيق وتسجيل لكل هذه الخطوات، سواء بآلات التصوير الفوتوغرافي أو بكاميرات الفيديو، بهدف نشر هذا العمل وتبيان دور العمل التطوعي في حماية وتأهيل البيئة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع تمت دراسته بشكل دقيق بمساعدة ومعاونة الكثير من الباحثين والعلماء والمختصين في البيئة البحرية، مما ساعد بشكل فعال على استخلاص النتائج الإيجابية. جهد كبير في هذا العمل الصعب دون كلل أو ملل،
خدمة للبيئة البحرية.